أم رقية. سيدنا السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا احنا عندنا أمي دائما تطلب من عندنا فلوس وتطلب من عندنا أكل، يعني أكل مو متعادل مثلا تطلب سمك باكر، وهي خير من الله يعني عندها راتب، وأخويا العايشة وياها من حالة زينة مسجل، وأنا على أخوتي مثلا ما عندنا رواتب وموظفات وشي، وجهالنا بالمدرسة وخطوط، وحتى ما أنا ما راتب في قاعد هي أمي شو عندها راتب، فيعني تصير هيك حساسيات وهاي قاعد. يعني أتمنى سيدنا في الصحة هي تحس بسمع كلامك، يعني حتى أبسط شيء الرصيد هذا بالخمسة دولار. وهي عندها راتب وعندها هي عندها راتب وأخويا اللي عايشة وياها من راسها خير من الله. صحيح، أحسنت، جزاك الله خير، أشكرك. ما أدري اليوم شو شكاوى على الآباء والأمهات. إخواني وأخواتي، أمهاتنا وآبائنا على حال مختلفين، يعني بعضهم طيبين، بعضهم شوي معقدين، بعضهم شوي حسب تعبيرنا طلباتهم زايدة، بعضهم يتوقعون من عندنا أكثر من لازم، ولكن في النهاية نحن يجب على أن لا نخرج عن شنو؟ عن الحدود الشرعية، لا نأذيهم ولا نهينهم ولا نكون على حال عاقين لهم. ايش اسوي سيدنا اذا هي عندها راتب وعندها وضع كذا، وتجيبوا لي سمك وتجيبوا لي تمن وتجيبوا لي دجاج؟ زين، هذا الامر في واقع الحال يعني دائما لو لا يا بفد بالشهر تجيبوا لنا وديله، شو المشكله يعني؟ سيدنا واحنا وضعنا كذا. اخواتي اخواني الكرام، ترى بعض الاشياء البسيطه الامهات والاباء يرضون عنها. لا نكبر القضايا، لا نضخمها. نعم إذا كانت الأم غير متعارفة، يعني الأم خارج عن الحدود المتعارفة، طلباتها كلش غير معقولة، وزوجها يعني زوج البنت يحتاج يقول أنا ما أجوز تأخذين من البيت شيء إلى والدتك، والدتك وضعها زين، هنا المشكلة. قولي لماما أنا ما عندي، هذا زوجها على حال بيت زوجي، هذا مو بيتي حتى أنا أطلع شيء من بدون إذنه. ففهموهم، فهموا آباءكم، فهموا أمهاتكم بوضعكم، بوضعكم. أما أنه تجون حين نعم رحنا وسافرنا وأكلنا وكذا، هي تقول شاي ليش ما تجيبولي، ليش ما تذكروني، طبيعي هذا بعض الأحيان يصير هالشكل. ولكن بشكل عام أيتها الأخت الكريمة، الأمهات مختلفات في أطباعهن، حاولوا أن أنتم تكونوا على مستوى جيد من الاحترام والتوقير. ودعوتي للأمهات أنه يا أمهاتنا يا آبائنا، لا تشددون على أولادكم، لا تشددون على أولادكم، لأنه تجديدكم على أولادكم أنتم تجبروهم على عقوقكم. يعني أن أجبر ابني على أن لا يطيعني، أجبر ابني على أن يخالفني، ليش؟ لأن أطالب بمطالبات اللي ما يقدر عليها، في النهاية راح يطلع عن طاعتي وبعدين راح يصير عاق وأنا أجبرت على العقوق. فنحن لا نرغم أولادنا، لا نرغم بناتنا على أن يخرجوا عن ماذا؟ عن برنا، بالتحميل الزايد، بالفرض الزايد، بالتوقعات على حال الأمور اللي هي خارجة عن طاقتهم. ليصير الأب ولا الأم بمستوى على أن يجعلوا أبنائهم وبناتهم يتمنوا شنو؟ يتمنوا عدمهم. هذا الجي يصير في بعض الأحيان، أنه الله شاهد، يعني أقولها بصدق، إحدى الأخوات أرسلت لي بصمة، قال أنا أتمنى أنه ما عندي أب وأم، ما أتمنى. في إحدى الكليات والجامعات قالت عندي مشكلة فأرسلتها، قالت أنا أتمنى أن أمي وأبوي ما يكونوا موجودين. ليش؟ لكثرة الإهانة والتحقير والأذية. فلماذا نحن نجعل أبناءنا يتمنون موتنا، يتمنون عدمنا؟ وهذا يرتبط بالإنسان نفسه. وهذه الرسالة إلى الآباء والأمهات، إن شاء الله تعالى يكونوا على مستوى عالي من الوعي. نعم نعم، تفضلوا أبو محمد علي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا
بالنسبه لانتفاخ الكيسات نعم هذه حاليا لما نريد عبين فلوس او المكاتب الاهليه يطلبون على كل منهم 3000 دينار بني هذا ممكن يعطوه لي يعني مثلا احتاج ان انزل دراسي او بدل ما ادفع 5 ملايين يقول لي كنت تدفع 3000 دينار على كل مليون دينار صحيح هذه النسبه اللي 3000 دينار بيع اشتراها او ما بيع اشتراها يعني هذا يقول يا أبا أنا أعبي لك هذا الرصيد أعبي لك إياه ولكن أخذ أجور أنا فاتح مكتب عندي كهرباء وعندي يعني أنا أعطيه 3 ملايين 5 ملايين أعطيه فوقها مثلا 16 دينار ما في مشكلة يعني هذا أجور تعبئة أجور تعبئة مثل واحد يقول تعال أنا أعبي لك موبايلك بطاقة أعطيني فلوس خلي أخلي هذا للموبايل أخلي مثلا طاقة ما في مشكلة يعني إيش أنه يأخذ أجور وجود تعبئة أو عمل معين ما في مشكلة لا إشكال في ذلك حياك الله حبيب بارك الله فيك نعم متصل نعم مرتضى تفضل تفضل سيد ويا تفضل حبيبي مرتضى تفضل السلام عليكم سيد وعليكم السلام ورحمة الله أنا أسألك عن خصوص الإخوان حرام أم حلال شنو؟ عن الإقامة حرام أم حلال الإقامة؟ يتكلم عن ماذا؟ يسمع تلفزيون وما فهمت شو يقول الأغاني؟ نعم هذا سؤال حسب تعبيرنا جدا كلاسيكي وجدا واضح وجدا مسلم ماكو فقيه من الفقهاء ما أكو فقيه لما أتكلم عن فقيه يعني فقيه بالمعنى الأخص مو كل واحد يدعي الفقاهة ماكو فقيه من الفقهاء نعم أخي الكريم شو تقول؟ ماكو فقيه من الفقهاء يقول بأن الأغاني حلال كل الفقهاء يعتبرون على أن الأغاني حرام ولا يجوز ذلك سواء كانت أغاني حسب تعبيرنا غربية عربية ما أدري بها محتوى تعبان محتوى جيد واحد يقول لا أغنية سيدنا بها أشعار جميلة وأشعار حكمية أغنية إذا كان بها موسيقى لهوية وفي نفس الوقت إثارة هذا ما يجوز حتى لو كان محتواها محتوى جيد